نعمة رحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. بتاعة الصبح، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا يا جماعة في المحاضرة بتاعة الصبح نتكلم على تاني كلاس من الليبيدز، وهي الكومبلكس ليبيدز أو الكونجيجيتد ليبيدز أو الكومباوند ليبيدز، اللي هي بتبقى ليبيد ومعاها سبستانس تانية أو جروب تانية نون ليبيد فراكشن. وكنا بدأنا نتكلم أول حاجة على الفوسفوليبيدز، وقلنا إن الفوسفوليبيدز في منها نوعين، يا إما جليسروفوسفوليبيدز لو هي الكحول بتاعها جليسترول، ولو هي الكحول بتاعها اسفنجوسين بتبقى اسمها اسفنجوليبيدز. وكنا قلنا إن الجليسروفوسفوليبيدز في أخدنا عليهم كذا اكزامبل تقريبا 6، اللي هما الفوسفاتيك اسيد والليسيسين والسيفالينز او الكيفالينز والبلازمالوجينز والانوستايدز والكارديوليبيدز. قلنا كل واحد بيختلف عن الثاني في النيتروجينس بيز او الكحول اللي هو موجود على الفوسفوريك اسيد او موجود على الفوسفيت جروب او رابط بالفوسفيت جروب. فاول حاجه الفوسفاتيك اسيد ده بيبقى هو السمبلست فوسفوجليسرايد فيهم، وهو ده البريكرسر لبقيه الممبرز. بيكون عباره عن ان الجليسرول فيه 2 هيدروكسيل جروب من الجليسرول استريفايد بفاتي اسيدز، والثالثه استريفايد بالايه بالفوسفوريك اسيد. بعد كده بقى تاني نوع اللي هو الليسيسين، وهو ده بيكون اهم نوع فيهم. اتكلمنا على الاستراكشر بتاعه ان هو الفوسفوريك او الفوسفيت جروب بتبقى رابطه بالنيتروجينس بيز بتاعتنا هنا الكولين. في حاله الليسيسين بتبقى النيتروجينس بيز كولين، واخدنا اهميه وظائف الليسيسين ومهم جدا، وبالذات في كلانج سيرفكتنت او في الريسبيراتوري ديستريس سيندروم، وده دايما بيبقى موقع سؤال في الامتحانات. الليسيسين ده لازم بيجي فيه سؤال. في حد سأل على حاجه هنا؟ درجات العمل هتنزل امتى؟ النت عندي وحش جدا في الانظار. الحمد لله انا ظهرت لكم درجات العملي من حوالي نص ساعه قبل ما ادخل المحاضره، هو ده اللي اخرني ان انا قلت اما اراجع عليها تاني، فيما عدا بعض الناس اللي هم ما امتحنوش سواء الشيت الاول او شيت الاتندنس، هم دول اللي انا ما ظهرت لهمش الدرجات الى ان نعرف هم عايزين يمتحنوا او هم امتحنوا بالفعل ومثلا حصل خطأ في الرصد، لان انا ما راجعتش على رصد المعيدين، المفروض ان هم رصدوا وراجعوا، فانا ما اعرفش الكيس فيها ايه. هو في ناس لغايه دلوقتي بيقولوا ان هم امتحن، فانا لما هرجع ان شاء الله الاسبوع الجاي هشوف الورق تاني، بس المفروض ان هم راجعوا، هراجع الورق تاني واشوف الناس اللي بتقول امتحن انها امتحنت دي وما لهاش درجات. ففي ناس ما امتحنتش الشيت بتاع الاتندنس، وفي ناس دول اللي معظمهم اللي بيقولوا انهم امتحنوا، اما الناس اللي امتحنوا الشيت الاول بيقولوا عايزين يمتحنوا، فدول اللي انا ما ظهرت لهمش النتيجه. لكن فيما عدا ذلك كل الناس اللي هم امتحنوا الاتندنس وامتحنوا البراكتيكال شيت 1 انا ظهرت لهم درجاتهم، فكل الدرجات المفروض انها تكون ظهرت. طيب قلنا اهم حاجه في الفوسفو ليبيدز اللي هو الليسيسين، دايما بيجي فيه اسئله سواء اللي هو كسرفكتنت او ان احنا الرول بتاعه كسرفكتنت، او ان هو بيكون سبب في الريسبيراتوري ديستريس سندروم لو هو فيه ديفيشنسي. طيب بعد كده عندنا تاني اكزامبل من الجليسروفوسفوليبيدز هو السيفالينز او الكيفالينز. السيفالينز او الكيفالينز دي هي فوسفاتدايل ايثانولامين او سيرين، يعني النيتروجينس بيس بتاعتنا اللي بتبقى شابكه في الفوسفيت جروب بدل ما كانت كولين في الليسيسين، هنا بتبقى يا اما ايثانولامين يا اما سيرين. طيب السيفالينز دي من اسمها هي بتبقى ايزوليتد، اول مره فصلوها من البريم من المخ عشان كده اتسمت
كيفال او سيفالين جايه من الهيد، زي ما اي حاجه بتتقال دايما بنسبتها بننسبها للبرين لما بتكون حاجه ليها خاصه بالهيد او كده، بيتقال عليها كلمه سيفالين او بيتقال عليها السيفا اللي هي البريفكس دي. دايما بيقول لك الحاجه لما بتكون مشتقه او جايه من البرين بيتقال عليها كفل او سيفا. طيب الاستراكشر بتاع السيفالينز قلنا ان هو شبه الليسيسين، فيما عدا ان الكولين بيبقى بيستبدل بايثانولامين او سيرين او سيريونين، اي حاجه من الثلاثه دول، سيرين او سيريونين امينو اسيدز ممكن يكون موجودين بدل الكولين او الايثانولامين. لو اي حاجه من الثلاثه دول موجوده بنقول عليه ان هو سيفالين. السيفالين بيقول لك السيفالين دولت بيبقوا كومبوننت او كونستيتوانس من الميكشر اللي بيكون الليبيد كومبوننت بتاع اللايبوبروتين ثرومبوبلاستين. اللايبوبروتين ده عباره عن جزء بروتين مع جزء ليبيد. اللايبوبروتين اللي هو ثرومبوبلاستين ده بيقول لك دوره ايه؟ بيقول لك ان هو بيسرع عمليه البلاد كلوتنج بان هو بيعمل اكتيفيشن البروثرومبين يحوله لثرومبين، وبالتالي يتكون البلاد كلوت اللي هي مهمه جدا طبعا لما يكون حد بيحصل له جرح او حاجه. بيبقى مهم ان الدم يحصل له تجلط بسرعه علشان ايه؟ الجرح يقفل. فالليبيد كومبوننتس بتاعه الثرومبوبلاستين بيبقى من ضمنها داخل فيها من ضمن الميكشر بتاع الليبيد ده، في من ضمن الحاجات دي سيفالينز. يبقى السيفالينز بتبقى كونستيتوانت من الليبيد كومبوننتس بتاعه الثرومبوبلاستين اللي هو بيعمل اكسلريشن للبلاد كلوتنج عن طريق ان هو يعمل اكتيفيشن للبروثرومبين يحوله لثرومبين في وجود الايه؟ الكالسيوم ايونز. ادي البيزس اللي احنا كنا بنقول عليها. الايثانولامين اهو هو اثنين كربون ومعهم امينو جروب، او السيرين بيكون بقى اثنين كربون ومعهم امينو بس زياده عليه كربوكسيل عشان هو امينو اسيد، والسيريونين برضو امينو اسيد فبيكون فيه نفس الجزء بتاع السيرين. السيريونين فيه نفس السيرين بس يزيد عليه ان الكربونيه اللي رابطه في الهيدروكسيل عليها ميثايل جروب. فده فرق السيفالين عن الليسيسين. او لو رجعنا تاني هنلاقي هنا الفوسفيت كان رابط بايه؟ بكولين. اي فوسفيت او الفوسفوريك اسيد عامل استر مع الكولين. ده برضو كان الكحول بيتقال عليه يا اما امينو الكحول يا اما نيتروجينس بيز، فبنشيل بس منه الهيدروجين. الكولين شلنا الهيدروجين وربط بالفوسفوريك. هنا الايثانولامين والسيرين والسيرينين كلهم ايه؟ شلنا منهم برضو الهيدروجين وربطوا بالايه؟ بالفوسفيت اللي هي رابطه بالجليسرول. ده تالت اكزامبل عندنا في في الجليسرول فوسفوليبيدز. اخذنا الفوسفاتيديك وتاني حاجه الليسيسين وتالت حاجه السيفالينز. رابع حاجه اللي هي البلازمالوجين. البلازمالوجينز دي بيقول لك ان هي تقريبا بتبقى 10% من الفوسفوليبيدز اللي موجوده في البرين والمسل بتبقى عباره عن بلازمالوجينز. طيب بعد كده الفوسفوليبيدز اللي موجوده في البرين 10% منها بيبقى عباره عن بلازمالوجين. بيقول لك الاستراكشر بتاع البلازمالوجين هو بيختلف في ايه؟ في ان هو اللي بيبقى فيه انساتوريتد الكحول اتاتشد بالجليسرول عند بوزيشن 1. يعني بدل ما احنا بنقول ان الجليسرول بيبقى استريفايد باثنين فاتي اسيدز في بوزيشن 1 وبوزيشن 2 وبوزيشن 3 هو اللي فيه الفوسفوريك اسيد، لا في الحاله دي بقى في البلازمالوجين مفيش صوت. طب انتوا كده سامعيني يا جماعه بقيه الناس ولا ايه؟ ولا هيفضل كل محاضره يفضل حد يقول ان مفيش صوت؟ دكتور حضرتك صوتك واضح جدا، اكتر مره صوتك صوت حضرتك يبقى واضح فيها في محاضره بصراحه. تقريبا المايك اللي كنت حضرتك بتركبيه هو اللي كان بيعمل بيهز الصوت، لكن دلوقتي الصوت واضح جدا وعالي قوي ما شاء انا الله. عماله ازعق اصلا عشان مش حاطه مايك، فعماله ازعق عشان الصوت لا يوصل. لا لا، هو صوت حضرتك واضح من غير مايك اصلا، يعني احنا الصوت عالي طب جدا، الحمد يعني لله، الصوت كويس والله. طب لو الحمد حد لله. عنده الصوت يبقى في الكونكشن بتاعه هو، فمش لازم نعطل المحاضره، يعني هو يشوف الصوت عنده والكونكشن بتاعه، يعني مش لازم نعطله. طيب ماشي تمام، شكرا لحضرتك. العفو على ايه؟ طيب خلاص الحمد لله. فدلوقتي الاكزامبل الرابع من الفوسفو الجليسرو فوسفوليبيدز اللي هو البلازمالوجين بيقول لك ده بيمثل 10% من الفوسفوليبيدز اللي موجوده في البرين وموجوده في المصل، موجوده في المخ وموجوده في العضلات.
بيختلف في ايه؟ في ان الاستراكشر بتاعه، احنا بنقول الاستراكشر العادي بتاع الفوسفوليبيدز دايما اول اثنين هيدروكسيل من الجليسرول بيبقوا استريفايد بفاتي اسيد، لا هنا في الجليسرول استريفايد بان ساتوريتد الكحول بيبقى اتاتشد للجليسرول عند بوزيشن 1، بيبقى ايثر لينكج بقى، مش عامل ايستر، احنا دايما بيبقى عامل ايستر مع الفاتي اسيد. الهيدروكسيل بتاع الجليسرول عند بوزيشن 1 كانت بتبقى عامله ايستر مع الفاتي اسيد، لا في البلازمولوجين رقم واحد او بوزيشن واحد ده عامل ايثر مع الانساتوريتد الكحول، يعني الاكسجين ورابط بكربون من اليمين وكربون من الشمال، هنشوف بعد شويه الاستراكشر. بيقول لك بيبقى الانساتوريتد الكحول ده موجود بدل من الانساتوريتد فاتي اسيد. طيب عند كربوناية 2 بيبقى فيه انساتوريتد برضو بس فاتي اسيد بقى، ده الطبيعي بتاعنا، بس هو هنا الفاتي اسيد بيكون انساتوريتد وبيكون لونج تشين فاتي اسيد او شورت تشين، المهم ان هو بيكون انساتوريتد فاتي اسيد. يبقى احنا عندنا الاستراكشر بتاع البلازمالوجينز، هو برضو ده زي ما احنا قلنا كل الاستراكشرز دي بتبقى استرشاديه مش مطلوب منكم، بس هو بيبقى رسمه علشان تتخيلوا بس اللي انا بقوله. الاول زي ما احنا بنقول كربونايه رقم واحد في الجليسرول الهيدروكسيل بتاعتها عامله ايثر بوند مع الفاتي الكحول اهي، اكسجين الايثر بيبقى عباره عن اكسجين رابطه باثنين كربون من اليمين ومن الشمال كربون اتونز، اما الايستر بيبقى فيه نفس الجروب بتاعه الكربوكسيل بس بيتشال منها الايه الهيدروجين وبيبقى سبستيتيوتد كربون من اليمين، والكربون اللي هي بتاعه الكربوكسيل شابك فيها ايه كربون من الشمال، فده ايستر الاولاني الكربونايه الاولانيه رابطه بايثر مع فاتي الكحول انساتوريتد فاتي الكحول، والكربونايه الثانيه رابطه بايستر او استيريفايد مع انساتوريتد فاتي اسيد، والثالثه اللي هي رابطه عادي بالفوسفوريك اسيد او الفوسفيت جروب بتاعتنا، وبعد كده هنا رابطه بال اللي هو ثلاثة ميثايل، ده اللي هو كان زي اللي في الليسيسن اللي هو الكولين، نرجع كده نبص عليه عشان نفتكر تاني، او النيتروجينس بيز او الامينو الكحول، هنا كان كولين اهو، النيتروجين اللي حواليها ثلاثة ميثايل هي دي الكولين، تمام. بعد كده قلنا ايه الاكزامبل بقى الخامس اللي هو الانوستايدز، الانوستايدز دوت هو عباره عن فوسفاتيدايل انيسيتول، يعني ايه؟ يعني النيتروجينس بيز او الامينو الكحول اللي رابط بالفوسفيت جروب هنا بيبقى انيسيتول، فهو الاستراكشر بتاع الانوستايدز مشابه قوي للليسيسين او السيفالينز، ولكن هو بيبقى فيه سايكليك شوجر الكحول اللي هو الانيسيتول هو موجود بدل الكولين، يبقى بدل الكولين اللي كان موجود في الليسيسين في عندنا هنا انيسيتول، ده بيبقى سايكليك شوجر الكحول، هنشوف برده الاستراكشر بتاعه في السلايد الجاي. السورس الانوستايدز ده بيبقى جاي منين او موجود فين؟ في البرين تيشوز، في الانسجه اللي موجوده في الايه في المخ اهو، ده الاستراكشر بتاعه، ادي السايكليك شوجر الكحول، هو شبه اللي اخدتوه في الكربوهيدرات، معظم الشوجرز اللي كنتوا بتاخدوها كانت بتبقى 6 ممبرد رينج، هو شبههم الانوستول. عندنا ايه بقى الوظيفه بتاعته؟ الفوسفاتيدايل انوستول دوت بيقول لك ده الميجور كومبوننت من السيل ميمبرين، هو ده المكون الاساسي للسيل ميمبرين الفوسفوليبيدز، يعني الجدار الخليه بيكون موجود فيه فوسفوليبيدز، المكون الاساسي من الفوسفوليبيدز اللي بتبقى موجوده في جدار الخليه هو بيبقى الفوسفاتيدايل انيسيتول، وبيقول لك خصوصا بارتيكولاري ات ذا انر سايد، يعني في الجزء الداخلي من السيل ميمبرين بيبقى موجود الفوسفاتيدايل انيسيتول. بعد كده بيقول لك هو بيلعب دور كسكند ماسنجر، هو ده اللي انا كنت بقول عليه الصبح على الفوسفاتيك اسيد، ان هو بيقول لك ممكن يكون له رول كسكند ماسنجر، المقصود بيه زي ما قلت لكم ان هو بيبقى ايه في السيل لما بتكون عايزه في اتعرضت لاستيمولاي معينه او لسيجنال معينه او لظروف معينه وهي عايزه تعمل
توصل الظروف دي للخلايا اللي جنبها، او عايزه توصلها لاورجان تاني، مثلا ضغط الدم عالي، او الضغط بقى قليل، او البلاد فوليوم قل، حد مثلا حصل عنده نزيف، فالخلايا عايزه توصل رساله معينه، فالسكند ماسنجر مقصود بيه ان هي بتطلع كومبوننت معين من السيل ميمبرين، بتفرزه في الاكسترا سيلر فلويد علشان يدي اشاره للخلايا الثانيه، او يدي اشاره للاورجان المعين اللي هو هيقدر يتصرف في الظروف دي. فهو بيقول لك السكند ماسنجر ديورنج سيجنال ترانسدكشن، زي ما انا بقول لكم ان هو بينقل الاشارات لسيرتن هرمون، او ممكن تطلع الاشاره دي ان هي تطلع الفوسفاتيدايل انستول ده تفرزه، فبالتالي الفوسفاتيدايل انستول ده يحفز خلايا تانية ان هي تفرز هرمون معين مثلا، فالهرمون ده يحل لنا المشكله اللي عندنا. المهم ان السكند ماسنجر دي حاجه الجسم بيفرزها او الخليه بتفرزها علشان تنقل اشاره معينه، تقول ان انا عندي حاجه معينه، فالاشاره دي ممكن تتنقل بقى تروح هرمون معين يفهمها فيطلع، او اورجان معين يفرز حاجه معينه، يعني وات ايفر بقى الاكشن هيبقى ازاي. المهم ان هي مقصود السكند ماسنجر ان هو حاجه بتنقل الاشارات ما بين الخلايا. ده الاكزامبل الخامس عندنا. بعد كده سادس حاجه اللي هو الكارديوليبينز، ده اخر حاجه في الجليسروفوسفوليبيدز، ده بيبقى عباره عن داي فوسفاتيدايل جليسرول. يعني ايه داي فوسفاتيدايل جليسرول؟ هتلاقوا هو عباره عن اتنين فوسفاتيديك اسيد ورابطين في النص بجليسرول. بيقول لك هو بيبقى موجود فين؟ موجود في الانر ميمبرين بتاع الميتوكوندريا، في الجدار الداخلي للميتوكوندريا، بيبقى ايزوليتد من الهارت ماسل، عشان كده تسمى كارديو، جايه من كاردياك يعني من الهارت ماسلز، من عضلات اللي في القلب. بيقول لك بيستخدم في استرولوجيكال دايجنوزز اوف اوتو اميونيتي ديزيز، بيقول لك بعض الامراض المناعيه اللي هي بتنتج عن المناعه الذاتيه، يعني في الجسم، الجسم بيهاجم نفسه، او المناعه بتاعت الجسم بتهاجم الخلايا نفسها. بيقول لك بيلاقوه، يعني لقوا ان هو بيبقى الليفلز بتاعته بتزيد، ممكن يستخدم كدايجنوزس للديزيز دي عشان نعرف ان في اوتو اميون ديزيز، نكشف عن الكارديوليبين او نقيس الكارديوليبين في الايه السيرم. طيب عندنا الاستراكشر بتاعه زي ما قلنا، هو بيبقى عباره عن داي فوسفاتيل، يبقى اتنين فوسفاتيك اسيد ولينكد بجليسرول. اهو لو بصينا على الاستراكشر ده هنلاقيه فوسفاتيك اسيد، اهو فيه اول اتنين هيدروكسيل استريفايد باتنين فاتي اسيد، والتالت اللي هو الفوسفوريك اسيد، وهنا برضو نفس الحكايه، اتنين فاتي اسيد ار 1 وار 2، وبعدين الكربونات الثالثه او الهيدروكسيل الثالثه استريفايد بفوسفوريك، وبعدين كل واحد من الفوسفوريك رابط بايه؟ بهيدروكسيل من الجليسرول اللي هو في النص. واحد رابط بالهيدروكسيل الاولانيه، واحد رابط بالهيدروكسيل الاخرانيه، فهو الكارديولوبين كده داي فوسفاتيدايل جليسرول، يعني في اثنين فوسفاتيك اسيد ورابطين بجليسرول. احنا كده خلصنا كلامنا عن الجليسروفوسفوليبيدز. النوع الثاني بقى من الفوسفوليبيدز اللي هو اسمه سفنجوفوسفوليبيدز. السفنجوفوسفوليبيدز دي ليها اسم ثاني اللي هو السفنجو مايلين. مايلين ده لو تفتكروا الكلمه دي اتكررت معاكم في المايلين شيث، انا مش عارفه انتوا ده اخدتوه، انتوا بتقولوا لسه ما اخدتوش فارما، ممكن تكونوا اخدتوه في الاناتومي او في الفسيولوجي. المهم المايلين شيث ده بيبقى غطا كده او كفر بيحيط بالايه بال بيسموه ايه بالاكزون بتاع النيرف سيل، الخلايا العصبيه لو تلاحظوا بيبقى ليها بادي حته كده ليها تفرعات، وبعدين نازل منها ايه زي بتبقى عامله زي شبه الشجره كده، ليها راس من فوق كده عريضه شويه، وبعدين نازله بخط رفيع. الخط الرفيع ده او الفرع الرفيع ده هو ده بيبقى حواليه في مايلين شيز، فدي اتسمت سفنجو مايلين عشان هي بتبقى موجوده في الجزء ده، موجوده في المايلين شيز. بيقول لك السفنجو مايلينز بتبقى فاوند بلارج اماونتس، بتبقى موجوده بكميات كبيره في البرين، في المخ، وفي النيرفز، في الاعصاب، وموجوده في كميات اقل شويه في اللنج والسبلين والكدني والليفر والبلد، يعني موزعه في تيشوز كتيره، بس هي مينلي موجوده في البرين وفي النيرفز، في الاعصاب وفي المخ. بيقول لك الاسفنجوليبيدز بتبقى زي ما انا بقول لكم ان هي بيردومينيت، يعني بتبقى غالبه في المايلين شيز بتاع النيرف فايبرز بتاع الالياف العصبيه. الاسفنجومايلين زي ما قلنا هي بتحتوي على اسفنجوسين كالكحول بدلا من الجليسرول،
وهما بيبقى فيهم السفنجوسين هو الكحول، ومعاه واحد لونج تشين فاتي اسيد، ومعاه الفوسفوريك اسيد والكولين اللي هي النيتروجينس بيز او الامينو الكحول. هنشوف برضو الاستراكشر بتاعهم. بيقول لك السيراميدز دي هي ليبيدز كومبوزد اوف سفنجوسين اند فاتي اسيد اتاتشد، المفروض ان هي اتاتشد باي ان امايد لينكج. يعني السفنجو مايلين اللي احنا نقصدها، احنا عندنا الاول عشان بس نبص على الرسمه هتوضح الكلام اللي مكتوب اكتر. فالرسمه عندنا احنا اخذنا في الاول السفنجوسين ستراكشر بتاعه، اخذناه في اول لما اتكلمنا على الليبيدز، بعد ما اخذنا الجليسرو اخذنا الاسفنجوسين. فالاسفنجوسين هو الاستراكشر اللي احنا شايفينه ده، اللي هو بادئ بميثايل ومنتهي بالامينو جروب، ده الاسفنجوسين اللي هو الالكحول اللي موجود معانا هنا في النوع ده من الفوسفوليت. فهو لو تفتكروا احنا كنا دايما بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه ان هو داي هيدريك الكحول، فهو المفروض فيه هيدروكسيل جروب هنا وفيه هيدروكسيل جروب هنا. فالهيدروكسيل جروب اللي هي هنا اللي بعد اللي على الكربوناي اللي بعد الامينو جروب هي دي اللي بقت اتاتشد بالفوسفور جروب او الفوسفيت جروب، والفوسفيت اتاتشد بالكولين. الاستراكشر ده بتاع الاسفنجوسين لوحده لغايه الامينو جروب. بعد كده لما الامينو جروب تربط بامايد لينكج مع فاتي اسيد، والهيدروكسيل تبقى تربط بإستر مع الفوسفيت وبعدين الكولين، الاستراكشر ده كله على بعضه كده اسمه سيرين. يبقى السيرين بيتكون من اسفنجوسين ومعاه فاتي اسيد اتاتشد باي ان امايد لينكج، ده كده اسمه سيراميد. بيقول لك السيراميد لينك ويز اذر مولكيولز تو ييلد الاسفنجومايلين. يعني الجزء الاولاني ده لو احنا بنتكلم على اسفنجوسين بس ورابط بفاتي اسيد، الخط الاولاني ده كده لوحده من غير الفوسفيت والكولين كده اسمه سيراميد. لما يربط بقى بالفوسفيت ومعاه الكولين يبقى كله على بعضه اسمه اسفنجومايلين. هو ده المقصود بكلمه السيراميد. يبقى السيراميد هو عباره عن اسفنجوسين اتاتشت بفاتي اسيد عن طريق امايد لينكج. امايد لينكج يبقى امينو جروب شبكت مع الكربوكسيل جروب بتاعت الفاتي اسيد اهي ان اتش سي دبل او. الامايد دي لو تفتكروها اللي هي كانت بتعمل لنا شبه البيبتايد بوند، مش انتوا فاكرين البيبتايد بوند كانت بتبقى ما بين الامينو اسيدز، كانت بتربط امينو جروب بكربوكسيل جروب. فهي الامايد لينكج هنا رابطه الفاتي اسيد مع الامينو جروب بتاع الاسفنجوسين، الاثنين دولت مع بعض كده سيراميد، لما نضيف عليهم الفوسفيت والكولين يبقوا سفنجومايلين. ده الاستراكشر بتاع كل واحد اهو لوحده. هنا السيراميد عباره عن امينو معاها الفاتي اسيد، الاسفنجوسين لوحده اهو، بعد كده ضفنا عليه الفاتي اسيد بقى سيراميد، ضفنا عليه على الهيدروكسيل اللي فوق دي ضفنا عليها بقى الفوسفيت وبعدين الكولين بقى سفنجومايلين. طيب تاني نوع بقى من الكومبلكس او كومباوند ليبيدز، بعد ما اتكلمنا كده عن الفوسفوليبيدز خلاص بنوعينها السفنجو فوسفوليبيدز والجليسرو فوسفوليبيدز، في عندنا النوع التاني من الكومباوند ليبيدز اللي هو الجلايكوليبيدز. احنا كنا بنقول الفوسفوليبيدز بتبقى عباره عن الكحول استرفايد بفاتي اسيد، والاديشنال جروب عباره عن فوسفيت جروب. هنا من اسمها جلايكوليبيد يبقى الاديشنال جروب هتبقى كربوهيدرات. فهنا دي كومبلكس ليبيدز، تعرف هي عباره عن كومبلكس ليبيدز كونتيننج كربوهيدرات ريزيديو ويز اسفنجوسين از الكحول اند فيري لونج تشين فاتي اسيد. يبقى دي بيكون الالكحول بتاعنا هو الاسفنجوسين، وبيكون الفاتي اسيد بتاعنا فيري لونج تشين فاتي اسيد، ودولت بيبقوا موجودين في السريبرال تيشو اللي هي الانسجه اللي موجوده في الدماغ، وعشان كده بيبقى اسمهم سريبروسايتس. يبقى الجلايكوليبيدز ليها اسم سريبروسايتس عشان هي موجوده
في السيريبرال تيشو. ده الاستراكشر بتاعها اللي هو موجود هنا تحت، بيبقى عباره عن فيري لونج تشين فاتي اسيد مع الكحول اللي هو سفنشوسين ومع كربوهيدرات ريزيديو. يبقى الكحول بتاعنا سفنشوسين استرفايد بفاتي اسيد وفي معاهم كربوهيدرات ريزيديو او كربوهيدرات شبكه بالاستراكشر ده. بوكس رصاصي على الكلام، انا في الشات بوكس انا حاطاه في الجنب بس انا بحاول اخليه بعيد عن الكلام، يعني انا شايفاه مش مغطي على الكلام يعني. لما يفصل احط طيب بعد كده كلاسيفيكيشن اوف جلايكوليبيدز. انواع الجلايكوليبيدز بقى بيقول لك ان هي بتتقسم حسب عدد وطبيعه الكربوهيدرات اللي موجود في الجلايكوليبيدز لثلاث انواع. النوع الاول اللي هو السريبروسايتس، السريبروسايتس ده بيبقى فيه 1 جالاكتوز موليكيول بس. السلفاتايدز بتبقى عبارة عن سريبروسايدز هي نفس النوع الأول بس يزيد عليها، يعني فيها جلاكتوز بس يزيد عليها إن هي فيها سلفيت على الشوجر، فعشان كده اسمها سلفاتايدز أو ليها اسم تاني سلفيتد سريبروسايدز. النوع الثالث من الجلايكوليبيدز اللي هو جانجليوسايدز، دولت بيكون فيهم سيفرال شوجر وشوجر أمين ريزيديوز، يعني مش فيهم شوجر بس لا فيهم شوجر أمين كمان. يبقى عرفنا الفرق بين الثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هو السريبروسايتس فيه 1 جالاكتوز مولكيول فعشان كده له اسم تاني جالاكتوسايتس من اسم الكربوهيدرات اللي موجود فيه. النوع التاني بنزود على الجالاكتوز بنزود سلفيت جروب فبيبقى اسمه سلفيتد سريبروسايتس. النوع التالت فيه شوجر وشوجر امينز فاسمه جانجليوسايتس. طيب بعد كده عندنا اول نوع اللي هو السريبروسايتس. السريبروسايتس دي موجوده في المايلين شيز برضو بتاعت النيرف والوايت ماتر بتاعت البرين تيشوز، اللي هي بيكون الجزء الابيض دايما بيكون فيه موجود في الانسجه اللي في المخ، حاجه بيسموها وايت ماتر وحاجه اسمها جري ماتر. في تيشو كده بيكون لونه جزء من التيشوز بيكون لونه ابيض وجزء بيكون لونه رمادي، فهي دي بتبقى موجوده السريبروسايتس في الجزء الابيض وبتكون موجوده كمان في السيلولار ميمبرينز. هي بتبقى important او مهمه في النيرف كوندكتنس في التوصيل ما بين الاعصاب، بتبقى بتشتغل كانسيوليتور اوف نيرف امبلس، بتشتغل كعازل، حاجه بتعزل الايه الاشارات العصبيه ما بين الايه الخلايا، يعني مش المخ بينقل اشارات عصبيه كتيره، يعني هو مسؤول ان انت تحسي بالبرد ينقل الاشارات العصبيه اللي بتقول ان انا بردان، فساعتها الجسم يبدا يحاول يدفي البني ادم مثلا بان هو يحرق دهون او يحرق الاكل او يعمل طاقه، يعمل تفاعلات معينه تحسسك بالسخونه، او ان هو يدي اشاره بان انا جعان، ففي اشارات كتير قوي تتنقل في المخ. فمهم ان يبقى في حاجه بتشتغل تعازل بحيث ان مش يعني لو في خلية أصلاً هي مش مسؤولة عن الموضوع ده، هي مش مسؤولة عن إن هي هتتصرف في موضوع الجوع ولا هتتصرف في موضوع الحرارة ولا البرد ولا الكلام ده، يبقى هي إيه لازمة إن هي يوصل لها الإشارة العصبية. فعشان كده بيبقى مهم إن إحنا يكون عندنا النيرف إمبلس إنسيليتورز دولت اللي هم بيبقوا بيعزلوا الإشارات العصبية بين انواع الخلايا المختلفه. ده الاستراكشر بتاعهم، ادي عندك السفنجوسين اهو ورابط بيه الفاتي اسيد اللي هو السيراميد زي احنا ما احنا قلنا. السيراميد هنا بقى يزيد عليه ان هو الهيدروكسيل جروب بتاعت السفنجوسين كانت في السفنجو فوسفوليبز او السفنجو مايلين كانت بتبقى رابطه بفوسفيت ومعاها الايه البيز، لا هنا هيبقى رابط بكربوهيدرات اللي هو هنا الجلاكتوز عشان يعمل لنا الايه؟ يعمل لنا الجلايكوليبيد. فاللي رابط بالجلاكتوز
ده اول نوع فيهم اللي هو السريبروسايد. انواع السريبروسايدز بقى بيقول لك حسب نوع الفاتي اسيد اللي شابك في الاسفنجوسين بيبقى ليها 4 انواع. اول نوع اللي هو الكيرازين بيبقى الفاتي اسيد فيه لينوسيريك اسيد، بيبقى عباره عن 24 كربون وبيبقى ساتوريت فاتي اسيد. النوع الثاني من السريبروسايدز اسمه نيرفون، والفاتي اسيد بيبقى نيرفونيك اسيد، ده بيبقى عباره عن 24 كربون، بيبقى انساتوريتد عند السي 15. النوع الثالث اوكسي نيرفون، الفاتي اسيد بيبقى اوكسي نيرفونيك اسيد، ده بيبقى هيدروكسي نيرفونيك اسيد، يعني هو نفس النيرفونيك اللي فات بس يزيد عليه ان هو عليه هيدروكسيل جروب. النوع الرابع من السيريبروسايدز اللي هو اسمه سيريبرون، الفاتي اسيد بيبقى فيه اسمه سيريبرونيك اسيد، عباره عن 24 كربون برضو، بس هو بيبقى هيدروكسي ساتوريتد لينوسيريك اسيد. يبقى هو نفس الفاتي اسيد اللي موجود في النوع الاول موجود في الكرازين اللي هو اللينوسيريك اسيد، بس يضاف عليك ايه هيدروكسيل جروب، فبقى اسمه هيدروكسي ساتوريتد لينوسيريك اسيد. دول 4 انواع في السريبروسايتس بيختلفوا في نوع الايه الفاتي اسيد اللي رابط بالاسفنجوسين. طيب بعد كده بقى السلفاتايدز، ده النوع الثاني من السريبروسايتس. السلفاتايدز ده بيقول لك ان هو بيبقى فيه سلفيت جروب اتاتشد بالجلاكتوز او الشوجر يونت اللي موجوده عندنا في الجلايكوليبيد، والفوسفيت جروب بيقول لك بتبقى اتاتشد بالهيدروكسيل جروب بتاعت الكربون 3 او كربون 6 من الجلاكتوز. احنا مفروض لو احنا بنرقم الكربون بتاعت الجلاكتوز فاحنا بنرقمها من عند الكربونية اللي شابك بيها السي اتش 2 او اتش دي، فدي بتكون رقم 1 2 3 4 5. ثواني، هي المفروض ان في 6 بتكون 6. احنا كنا بنعملها ازاي؟ لا، الستة اللي هي هنا الترقيم بيكون من الناحية دي. طب ما احنا عملناها الناحية دي، 1 2 3. صح، يبقى هو الترقيم بيكون من ناحية الأكسجين دي، هو هنا دي بتبقى 1 من اليمين للشمال كده، 1 2 3، فدي 3 هنا اللي عليها السلفيت جروب، 4 5 6. فممكن تكون الستة اللي هي سي اتش 2 او اتش دي اللي بتبقى عليها الهيدروكسيل جروب، دي اللي بتبقى عليها السلفيت جروب، او تكون موجودة على رقم 3 زي ما هي في الرسمة. فهي في الرسمة كده المفروض ان السلفيت جروب موجودة على سي 3، على الهيدروكسيل جروب بتاعت سي 3 بتاعت الجالاكتوز، بيقول لك هي اما تبقى على سي 3 او على سي 6 حسب هي البوزيشن بتاعها في اي نوع، ساعات بيلاقوها كده وساعات بيلاقوها كده، او حسب البوزيشن بتاعها هي موجوده ازاي. يبقى هي السلفيت جروب بتكون اتاتشد بالايه بالجالاكتوز بتاعنا، عشان كده اسمها سلفيتد سريبروسايتس او سلفاتايتس. السلفاتايتس دي بيقول لك برضو ان هي عاده بتكون موجوده في البرين، في المخ، وفي الليفر، في الكبد، وفي الماسلز، وفي التيستس، في التيستس اللي هي الخصيه بتاعت الايه الميل. طيب بعد كده عندنا النوع الثالث بقى من الجلايكوليبيدز اللي هو الجانجليوسايدز. الجانجليوسايدز دي اللي احنا كنا بنقول فيها ان الشوجر ريزيديو عباره عن شوجر وشوجر امينز، او الاديشنال جروب اللي موجوده مع الليبت بتبقى شوجر وشوجر امين. فبيقول لك دي بتبقى مور كومبلكس جلايكوليبيدز، دي اكتر واحده معقده في الجلايكوليبيدز، لان هي بتحتوي بالاضافه للهكسوز، يعني اللي احنا قلناها قبل كده ده كان جالاكتوز. الجالاكتوز ده سكر عباره عن 6 ممبر رينج، فهو هكسوز في الاول وفي الاخر، فهي بتحتوي بالاضافه للهكسوز على واحد او اكتر من السيالك اسيد. هنشوف بعد شويه الاستراكشر بتاعها، هو فعلا الاستراكشر بتاعها اكتر واحد فيهم تعقيدا، وهي بتبقى موجوده بقى في الجري ماتر اللي هو الجزء اللي بنقول عليه ان هو بيبقى غامق شويه في البرين تيشو، بتبقى موجوده في الجانجليون سيلز اللي هي التجمعات الخلايا العصبيه، موجوده في الار بي سيز الجانجليوسايتس.
بيقول لك ان هي بتنقل بعض الامينز من خلال خلال السيل ممبرين، وبتشتغل كسيل ممبرين ريسبتور. يبقى هي ممكن تبقى مستقبلات على الجدار الخليه، وبتنقل بعض البايوجينيك امينز، بعض الكومباوندز اللي هي ليها رول معين في الخليه، سواء نيرف امبلس او جروس او ريبير او وات ايفر. المهم ان هي الامينز دي تبقى حاجات بيولوجيكال، هي بتقدر تنقلها اكروس السيل ميمبرين، يا اما تدخلها جوه الخليه لو احنا محتاجينها، او تطلعها بره لو احنا الخليه مش محتاجاها. يقول لك ابسط نوع في الجانجليوسايد اللي هو المونوسيالو جانجليوسايد. بيقول لك المونوسيالو جانجليوسايد ده بيشتغل كريسبتور للكوليرا توكسين موجود على السيل ميمبرين، والكوليرا توكسين في الهيومن انتستين بتعرف تدخل للانتستاينال سيل عن طريق ان هي تشبك في الريسبتور ده وتدخل من خلاله. دي الجانجليون اللي هي بتبقى تجمعات الخلايا العصبية. مش عارفة هو انا تقريبا ما عملتلكوش الاستراكشر بتاع انا فاكرة ان انا كنت حاطاه تقريبا، شلته ولا ايه الاستراكشر بتاع الجانجليوسايدز؟ ممكن اكون شلته من السنة اللي فاتت لما كانت الدنيا في الوقت ضيق. واحنا لغاية دلوقتي اخدنا قد ايه؟ وصلنا ل 34، يعني بقينا بتاع 20 سلايد. طيب مش وحش، يا الناس مالها نامت فجأة كده، مش أي حد بيتكلم أي حاجة. 30. طيب رضا، ربنا يستر. انتوا هتذاكروا يا جماعة إن شاء الله في الامتحان وتبيضوا وشنا كده، مش عايزة ألاقي حد نازل في المادة. لأحسن الصمت اللي انتوا فيه ده، مش عارفة أنا قلقانة يعني، ربنا يستر. وانتوا معايا ولا نمتوا ولا فتحتوا وقمتوا ولا ايه؟ مفيش مع اي حد حضرتك يا دكتور. والله. طب الحمد لله ان لسه في ناس صاحيه. لا مع حضرتك. طيب احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا كلامنا عن الفوسفوليبيدز، وتاني نوع من الكومباوند ليبيدز اللي هو الجلايكوليبيدز. ثالث حاجه اتكلمنا عليها في الكومباوند ليبيدز كانت اللايبوبروتينز، او ثالث اكزامبل اخذناه للكومباوند او كومبلكس ليبيدز كان اللايبوبروتينز. وقلنا من اسمها كده ساعه لما انا قلتها لكم في مكانها، قلت لكم ان هي ايه، من اسمها لايبوبروتين، تبقى فيها جزء ليبيد وجزء بروتين، فهي بتبقى كومبلكس ليبيدز فورمد اوف ليبيدز كونجيجيتد ويز بروتين. يعني هي بتبقى عباره عن ليبيدز او دهون مركبه بتبقى مرتبطه ببروتين. الليبيد كومبوننت بتاعها بيبقى يا اما فوسفوليبيد يا اما كوليسترول يا اما ترايجليسرايد. واللايبوبروتينز دي في منها انواع. اللايبوبروتينز دي لسه هتكمل معاكم ان شاء الله بعد كده في باي 2، وهتكمل معاكم شويه في الكلينيكال برضو. الليبيدز دي اللي هي انواع الدهون بقى اللي بتبقى، لو حد بيروح يعمل ليبيد بروفايل دايما بيقيسوا له الفي ال دي ال والال تي ال والاتش دي ال. فدول بيكونوا ايه؟ بيكونوا عباره عن لايبوبروتينز اللي هي فيري لو دينستي لايبوبروتين الفي ال دي ال، والال دي ال اللي هو اللو دينستي لايبوبروتين، والاتش دي ال اللي هو الهاي دينستي لايبوبروتين. في بقى انواع تانية، الكايلومايكرون والالبومين فري فاتي اسيدز، بس دول بيكونوا وجودهم في البلاد يعني بيبقى ايه، لوقت قصير، يعني بعد ما الواحد بياكل بتتكون الكايلومايكرون، وعلى طول بيحصل لها ميتابوليزم من الانتستين، بتبدا تتكسر وتروح على الليفر، فما بتستمرش كتير في البلد. فعشان كده هتلاقوها في الليبيد بروفايل ما بتتقاسش. ونفس الحكايه بالنسبه للالبوم فري فاتي اسيد، ده برضو بيكون ايه، فورم بيشيل الفاتي اسيد بس لغايه لما يدخلها للخلايا، للخلايا اللي هي عايزه الفاتي اسيد، سواء ان هي مثلا تعمل ستورج او تكون كومباوند معين، او يدخل في تركيب سيل ميمبرين او وات ايفر، يعني مش بتبقى حاجه موجوده في البلاد باستمرار. فهما دايما في الليبيد بروفايل بيقيسوا الثلاثه اللي في النص دول. لو حد
يعني مثلا شاف حد في عيلته، والده او والدته او كده، عامل صورة دهون، هم دول الثلاث حاجات اللي بيطلبوهم دايما. فبيقول لك اللايبوبروتين دي بتكون ليها الاستراكشر زي اللي احنا شايفينه ده، الجزء الاحمر اللي جوه ده هو ده النان بولر ليبلز، الليبلز اللي بتبقى ايه، ما بتدوبش في الميه، بتبقى نان بولر، فبتستخبى جوه بقى اللي هي الكوليسترول والاسترز والترايجليسرايدز. كوليسترول استر والترايجليسرايدز هي اللي بتبقى موجوده في الكور، وبيحاوطها بقى علشان تقدر تمشي في البلاط او في البلازما، لان البلاط زي ما احنا عارفين مينلي معظمه بيبقى ووتر، فلازم تكون حاجه بولر هي اللي موجوده على السيرفس. فالجزء البولر اللي على السيرفس بيكون البولر ليبيدز زي الفوسفوليبيدز، والبولر لايبوبروتينز او ابو لايبوبروتينز يعني مقصود بيه اللي هي البروتين، يبقى جزء البروتين وجزء فوسفوليبيد بيكون موجود على السيرفس، واللي في الكور هو بيكون النان بولر ليبيدز زي الكوليسترول والترايجليسرايد. ده الاستراكشر بتاع الايه، اللايبوبروتينز. بيقول لك اللايبوبروتينز موجوده فين؟ بتبقى موجوده في السيل ميمبرين والميتوكوندريا وفي البلازما. هي ليها وظائف متعدده في السيل ميمبرين، بتدخل في الاستراكشر بتاعه، بتشارك في الترانسبورت بتاع الليبيدز في البلاد، زي ما بيقولوا بتنقل الليبيدز في البلاد، وليها دور مهم جدا في الليبيد ميتابوليزم، وهو ده اللي انتوا هتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله في البايو 2، اللي هي الدور بتاعها في الليبيد ميتابوليزم. اللايبوبروتينز دي بيقول لك في منها نوعين، في نوع بيبقى ستراكشرال بيدخل في الاستراكشر، وده بيبقى موجود في السيلولار والسب سيلولار ميمبرينز، بيدخل في الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين وبتاع الاورجانيلز اللي جوه السيل، اللي هي بتسمى سب سيلولار ميمبرينز، زي مثلا الميمبرين اللي حوالين الميتوكوندريا، اللي حوالين الكولجي، اللي حوالين النيوكليوس، كل الميمبرينز اللي جوه الخلية. بعد كده عندنا، طب ما تدخل قول لي تيتا. طيب يبقى الاستراكشر اسمها، هي بتدخل في تركيب، ففي تركيب السيلولار والسب سيلولار ميمبرينز. اما الترانسبورت فهي من اسمها ان هي بتنقل، ترانسبورت يبقى هي لايبوبروتينز هتنقل، يبقى بتنقل موجوده في البلاد او في البلازما، بتنقل الليبيدز. they are the forms present in blood plasma، دول اللي موجودين في الجزء السائل من البلاد، اللايبوبروتينز دي او الترانسبورت لايبوبروتينز، وبيبقوا مكونين من بروتين بارت بيبقى اسمه ابو لايبوبروتين زي ما كان على الرسمه اللي فاتت، وديفرنت تايبس من الليبيدز اللي هي زي ما قلنا كوليسترول او كوليسترول استر او تراجليسرايدز او فوسفوليبيدز، يكون فيها جزء ليبيد وجزء بروتين. بيقول لك كل ما الليبيد كونتنت بتزيد، كل ما الكثافه الدنسيتي بتاعت البلازما لايبوبروتين بتقل. فبالتالي دايما الحاجه اللي بيكون فيها ليبيد اكتر دايما بتلاقيها ايه، بتطلع كثافتها قليله، عشان كده هي بتطفو على الميه، تبقى خفيفه، بتحطها تلاقيها ايه، لو مزجت الزيت بالميه بتلاقيه هو اللي بيطفو على السطح كده. طيب علشان الكثافه بتاعته بتقل. فبيقول لك ان البلازما فوسفوليبيدز دي بقى بيعملوا لها سيبريشن عن طريق تو تكنيكس، واحد اسمه الترا سنتريفيكيشن والتاني اسمه الكتروفوريزيس، او تو ميثودز. التو ميثودز دول الالكتروفوريزيس ده بيعتمد على ان هو مجال كهربائي، بيحط مجال كهربائي ويحط فيه البلازما لايبوبروتينز دي او البلازما عشان يفصل منها اللايبوبروتينز، فبيبقى في حاجات بتروح ناحية البوزيتيف وحاجات تروح ناحية النيجاتيف. فهو ده الإلكتروفوريزيس بيعتمد على ان هو الميجريشن اوف تشارج بارتكلز. الفصل هنا او طريقة الفصل بتاعت الإلكتروفوريزيس بتعتمد على التشارجز اللي موجودة على اللايبوبروتينز، حسب التشارج الموجودة على كل نوع من اللايبوبروتين هو هيتحرك
في الجزء الالكتريك فيلد ده او في المجال الكهربائي ده حسب التشارجز اللي عليه. فلو هو حاجه عليها بوزيتيف تشارج هتروح ناحيه النيجاتيف، ولو هي حاجه نيجاتيف هتفضل موجوده ناحيه البوزيتيف. يعني الحاجات التشارجز اللي هي عكس بعضها هتنجذب لبعضها، واللي شبه بعضها هيحصل منها تنافر. ده الميثود بتاعت الالكتروفوريسيس بتعتمد على ان هو الميجريشن بتاع او حركه التشارج بارتكلز في الالكتريك فيلد في المجال الكهربائي، ان هي بتروح ناحيه الانود او بتروح ناحيه الكاثود. طيب بعد كده بالنسبه للايه، بالنسبه للالترا سنترفيجيشن بقى بيقول لك ده بيعتمد على الريت اوف فلوتيشن، يعني معدل الطفو في صوديوم كلورايد سوليوشن. ده بقى بيعتمد اكتر على الدينست، يعني بنحط اللايبوبروتين بارتكلز في صوديوم كلورايد سوليوشن، وبنشوف بقى انهون اللي بيطفو على السيرفس وانهون اللي تحته وانهون اللي تحته وهكذا. فبيقول لك ان هما بطريقه الالكتروفيزيس بيترتبوا بالترتيب ده من الكاثود لغايه الانود، الكايلو مايكرون الاول، بعدين ال دي ال، وبعدين في ال دي ال، وبعدين اتش دي ال. في الالترا سنترفيجيشن بيكونوا برضو بيبداوا بالكايلو مايكرونز، بس الفي ال دي ال بيظهر الاول، وبعدين ال ال دي ال، وبعدين اتش دي ال، وفي الاخر بيبقى الفري فاتي اسيد البومين. طيب بعد كده عندنا، عشان هو ده بيكون اقل حاجه في الفاتس، فده بتلاقيه هو اللي بيكون في البطن، يعني في القاع ما بيطفوش، لكن الحاجة اللي بتطفو اللي بيكون فيها نسبة دهون أعلى، لكن اللي فيها نسبة بروتين أعلى بتكون تحت، بتنزل تحت تغطس. طيب ده برضو نفس الفيجر، السبريشن بتاع البلازما لايبوبروتينز في الكتريك فيلد بالالكتروفوريسز، وده السيبريشن بالايه، بالالترا سنتريفيكيشن اللي بيعتمد على الدنسيتي او على الكثافه. يعني هي الحته دي انا كنت ساعتها كتبتها علشان ان الناس كانت تستفسر عن الالكتروفوريسيس بيعتمد على ايه وبيتعمل ازاي والكلام ده. بس هو احنا في الاساس يعني المنهج بتاعنا باي وان هو كيمستري بالاساس، فاحنا عايزين نعرف الكيميكال استراكشر بتاعهم بس. الله اكبر، معلش 5 دقايق كده عشان اذاني يا جماعه لغايه ما نخلص. ترجمة
اه السلايد دي كنت زودتها عشان بس كنت ايه بكتب لهم شويه تفاصيل عن الكتروفيزس طريقته ازاي، بس هو احنا يعني دي حاجه للمعرفه يعني، لكن هي مش مطلوبه مننا ولا في امتحان ولا في انها تيجي في اي حاجه يعني، ولا حد بيسأل عليها. هو بس اللي احنا نعرفه ان هو لو احنا فصلنا اللايبوبروتينز حسب الالكتروفيزس ترتيبهم بيبقوا ايه، وحسب الالترا سنتريفيجيشن او يعني اتفصلت بالطريقه دي بالالترا سنتريفيجيشن هيبقى ترتيبها، اتفصلت بالالكتروفيزيس هيبقى ترتيبها كده. اما الالكتروفيزيس بتعمل ازاي؟ بيقول لك ان هو بيبقى جيل وبنعمل فيه ويلز كده خروم صغيره، وبعدين نوصله بمجال كهربائي، والخروم الصغيره دي بنحط في كل واحد منهم البلازما بتاعتنا اللي فيها اللايبوبروتينز، وبنشوف بقى كل لايبوبروتين فيهم بيقف عند انهي جزئيه او بيروح عند انهي بول، يعني عند انهي قطب، بيروح عند الانود ولا عند الكاثود. هو ده المنظر، بيبقى فيه هنا جل كده زي طبق زجاجي كده بيتحط فيه الجل، بيتصب فيه الجل ويتحط فيه خروم. الجل هنا مش محطوط بالطول، في ساعات بيكون محطوط بالعرض، يعني اللي بالطول ده هو ده الجل، وبيتحط فيه الخروم بقى اللي هي بتحط فيها، مش عارف انتوا هتاخدوها في العملي. اه لا متهيألي عندكم في السينما ما بيدوهاش في العملي، المفروض ان هو بتشوفوها في العملي يعني الالكتروفوريسيس ده حتى ديمونستريشن، بس على ما اعتقد حتى لو تشوفها ديمونستريشن هتبقى في الكلينيكال يعني بعدين، يعني مش حاجة مهمة أوي. الجدول ده بقى هو بيقارن ما بين كل أنواع اللايبوبروتينز، أنا بحب أشرحها في مقارنة كده عشان هو بيجمع كل حاجة، بيجمع لك عن كل نوع من اللايبوبروتين السايز والدينستي بتاعته والسورس بيتكون فين أو بيتصنع فين، ونسبة البروتين ونسبة الدهون والمين ليبيد كونتنت فيها عبارة عن إيه. نقفله مؤقتا. نقفل بوكس. طيب الكايلومايكرون اول حاجه بيقول لك هي بتبقى اكبر لايبوبروتين في الدايمتر، القطر بتاعها بيبقى كبير، وهي اقلهم في الكثافه لان هي فيها نسبه دهون، اكبر نسبه دهون تبقى حوالي من 98 99% في من 1 ل 2% بس بروتين، وبتبقى سنسايزد بتتصنع في الانتستاين الموكوزة في جزء المبطن للأمعاء، وبتبقى ابزوربد من الانتستين، بتمتص من الأكل أو من الأمعاء يعني، بتتصنع بعد الميل، بعد ما الواحد ياكل وجبة فيها ليبيدز. المين ليبيد بتاعها بيبقى الترايجليسرايد، وبيبقى فيها سمول اماونتس من الكوليسترول والفوسفوليبيدز. الكايلو ده الكايلو مايكرون، اللي في ال دي ال كل ما بننزل على تحت كل ما بنسبة البروتين بتزيد ونسبة الدهون بتقل، فالدايمتر بتاعه اقل شوية من الكايلو مايكرون. هو بيتكون في الليفر، نسبة البروتين بتبقى 7 ل 10% ونسبة الليبيدز من 90 ل 93%. المين ليبيد بيبقى عبارة عن ترايجليسرايد، وبيبقى فيه برضه فوسفوليبيد وكوليسترول بس اكتر شوية من الموجودين في الايه في الكايلو مايكرون. النوع الثالث اللي هو ال LDL ده المفروض ان هو بيبقى اصغر، احنا كل ما بننزل على تحت كل ما الدايمتر بيقل، بس هو اللي يهمنا دايما في الانواع دي كلها ان احنا نبقى عارفين هو بيتصنع فين ونسبة البروتين والفات قد ايه والمين ليبيد اللي فيه هو قد ايه. فده بيتصنع برضو في الليفر زي ال VLDL وفي البلاد سيركيليشن، ونسبة البروتين فيه بتبقى أعلى شوية من 10 ل 20%، والليبيد كونتنت بيكون من 80 ل 90%. بيقول لك نوع البروتين اللي موجود أبو لايبو بروتين بي، بس احنا يعني هنا
في باي 1 مش بناخد انواع الابو لايبو بروتينز، فمش مشكله بقى بالنسبه لنا هو بي ولا ايه. دي هتاخدوها ان شاء الله في باي 2 بقى بالتفصيل، كل لايبو بروتين منهم في نوع البروتين هو ايه. نسبه الـ او المين ليبيد اللي موجود في ال LDL، المين ليبيد بيبقى التوتال كوليسترول، 60% منه بيبقى توتال كوليسترول و40% بتبقى فوسفوليبيدز. فهم بيبقى هنا في حاجتين، كوليسترول وفوسفوليبيدز، ما فيهوش ده ترايجلسرايد. طب الاتش دي ال بقى، الاتش دي ال بيبقى فيه هاي بروتين كونتنت، فبيبقى الدينستي او الكثافه بتاعته اعلى، وده بيحصل له سينسايزد برضه في الليفر، بس برضه في جزء بيتصنع في الانتستين. نسبه البروتين فيه اعلى بقى من اللي فوق، بتبقى من 35 ل 55% بروتين. الليبيدز من 45 ل 65%، ونوع الابو لايبو بروتين هنا بيبقى ايه في الاتش دي ال، اما في ال دي ال كان بي. ده اللي انا بقول لكم ان هو مش مهم قوي ايه ولا بي دي دلوقتي. بعد كده عندنا نسبه الليبيدز اللي فيه، بيبقى نسبه الكوليسترول اقل من ال دي ال، بيبقى فيه 40% كوليسترول بس، و60% بيبقى عباره عن فوسفوليبيدز. النوع الاخير بقى من البلازما لايب بروتينز اللي هو الالبومين فري فاتي اسيد، ده اللي كنت بقول لكم بيبقى فيه اعلى نسبه بروتين واقل نسبه دهون، فبيقول لك تقريبا 99% بيبقى بروتين كونتنت، وال1% بس هي تبقى ليبيدز. والليبيدز اللي موجوده فيه من اسمه كده فري فاتي اسيد، فهو بيكون فيه لونج تشين فري فاتي اسيد، بيكون مرتبطه بيه بس عشان ينقلها في البلاد. ده السايز بتاعهم، زي ما بقول لكم دايما الدايمتر او السايز بيقل كل ما ننزل على الانواع اللي تحت. فقاعد المايكرون اكبر حاجه، الفي ال دي ال اقل منه، ال دي ال والاي دي ال ده بيبقى برده مش مهم قوي لان هو بيستمرش كتير في البلاد، فمش دايما الناس بتتكلم عنه، واختصار لانترميديت دينستي. بعد كده ال دي ال بيكون اصغر من الفي ال دي ال، والاتش دي ال بيكون اصغرهم، ودي الالوان اللي بتبين نسب البروتين والكوليسترول والايه والفوسفوليبيدز والترايجلسرايدز. طبعا كل ما بننزل على تحت كل نسبه البروتين بتزيد، ونسبه الليبيدز بتقل، وبالذات ان هي نسبه الترايجلسرايد، الترايجلسرايد كانت كبيره قوي في اول نوعين، بعد كده بدات ايه تقل. يعني هو ده فيجر عام بقى بيبين ان كل الكومباوند ليبيدز بتبقى موجوده، بس كل حاجه ليها رول. يعني في عندنا الجلايكوليبيدز، في عندنا الفوسفوليبيدز اللي هو الفوسفاديل ايثانولامين او فوسفوبولين، في عندنا كوليسترول، كل دي انواع من الايه من الليبيدز، معظمها بيبقى موجود في الايه في السيل ميمبرين، بره الاوتسايد اوف السيل، بره الخليه، وهنا السيتوزول. فمعظم انواع الليبيدز كلها لو تفتكروا واحنا كده بنمر على اكزامبل اكزامبل، كنا بنقول ان هو موستلي بيكون موجود في السيل ميمبرين، موستلي بيكون موجود في السيل ميمبرين، فهتلاقوا في حاجات كتير موجوده في الايه في السيل ميمبرين. بعد كده هنرجع تاني الكلاسيفيكيشن بتاع الليبيد اللي احنا بنحطه كل كام سلايد كده عشان نشوف الانواع اللي احنا اخدناها ايه. فاحنا اتكلمنا اول حاجه على السيمبل ليبيدز اخدناها خلاص، والكومبلكس ليبيدز خلاص اخدناها. بعد كده في عندنا الدرايفد ليبيدز، ليبيد اسوشيتنج سبستانسز، دي احنا مش هناخد فيها حاجه. احنا دلوقتي هنتكلم على اخر حاجه تقريبا معانا، هي الدرايفد ليبيدز. درايفد ليبيدز دي زي ما كنا قلنا قبل كده ان هي من اسمها كده درايفد، يعني هي مشتقه، فهي مواد مشتقه من الدهون، سواء بقى بتبقى مشتقه مواد سبستانس درايفد من السيمبل او كومباوند او كومبلكس ليبيدز، هي مشتقه سواء من السيمبل ليبيدز او من الكومباوند ليبيدز. مشتقه عن طريق ايه؟ عن طريق هيدروليسيس، لما كسرنا السيمبل ليبيدز او الكومباوند ليبيدز، او مشتقه عن طريق ان هي بريكرزرز الليبيدز، يعني الليبيدز بتتصنع منها اصلا، ليبيدز بتشتق منها، السيمبل او كومبلكس ليبيدز بتشتق منها. ف الكومباوندز دي الاكزامبلز بتاعتها زي الفاتي اسيدز، الاسترويدز،
الكوليسترول، الفيتامين ايه والفيتامين دي. الفاتي اسيدز دي لما احنا بنعمل هيدروليسز للليبيدز زي ما شفنا كده في الهيدروليسز بتاع السيمبل ليبيدز كان بيدينا فاتي اسيد والكحول. الاسترويدز دي بقى هي والكوليسترول بتبقى حاجات بالجرزر للليبيد زي ما هنشوف بعد شويه. الكوليسترول ده هو اللي بيتصنع منه الليبيدز. احنا حتى كنا بنقول ان هو بعض الليبيدز كنا بنقول الكحول بتاعها كان بيبقى كوليسترول. زي ما جينا كده في الواكس واتكلمنا قلنا ان هو الكوليسترول ممكن يكون الكحول، فده معنى ان هو الليبيد بتاعنا ممكن يكون درايفد من الكومباوندز دي، يعني الكومباوندز دي تكون بريكرزر للليبيدز. والاسترويدز برضو نفس الحكايه بتكون بريكرزر لبعض الليبيدز، والفيتامين ايه وفيتامين دي كل الحاجات دي بتبقى بريكرزر للليبيد. بيقول لك ان الدرايفد ليبيدز بيشملوا كذا حاجه، حاجات كتير، بس مينلي اهم 3 حاجات هما الاسترويدز والستيرويدز والفاتي الدهايدز والكيتون بودز. كل دول بيطلق عليهم ان هما ايه، ان هما درايفد ليبيدز. اول نوع اللي هو الاسترويدز اند ستيرويدز، بيقول لك دي جروب من الكومباوندز بتبقى بتحتوي على رينج اسمها سايكلوبنتانو بير هيدرو فينانثرين، اسمها طويل شويه. الاسم الاقصر بقى اللي دايما الناس بتقول اللي هو استرويد استرويد نيوكليس. هما من اسمهم استرويد او ستيرولز، وهما بيحتووا على استرويد نيوكليس. هي دي النيوكليس، النواه بتاعت الاسترويد دي هي المميزه ليهم. هي كيميكالي بتبقى عباره عن سايكلوبنتانو بير هيدرو فينانثرين اللي هما 3 ثلاثة رينجز سداسيين، 3 6 ممبرد رينج، والرينج الرابعة بنتانو رينج خماسية زي ما احنا شايفين. فهي الأربعة رينجز دولت على بعض كده بيبقى اسمهم سترويد نيوكليوس أو النواة بتاعة الاسترويدز. فالرينجز بتترقم زي ما احنا شايفين كده A B C. اي بي سي دولت هما الثلاثه 6 ممبرد، وال5 ممبرد اللي هي السايكلوبنتانو دي الرينج الخماسيه اللي هي مكتوب عليها دي. بيقول لك بيبقى فيه كاركترز معينه موجوده في الكيميكال ستراكشر بتاع الاسترويدز. اول حاجه عند سي 3، لو احنا رقمنا كده هنا 1 2 3، عند سي 3 دايما بيبقى فيه اكسجين في ان ذا فورم اوف هيدروكسيل جروب، يبقى فيه هيدروكسيل جروب او كيتون جروب. عند رقم 17 اللي هي في الرنج دي بيكون في عندنا سايد تشين، هنشوف بعد كده في الاستراكشر بتاع الكوليسترول هيكون طالع من هنا سايد تشين كده فيها 3 كربون وبعدين فيها برانش او وات ايفر بقى هي فيها كام كربون. المهم ان هو في سايد تشين طالع من رقم 17. يقول لك عند سي 10 وسي 13 بيكون في ميثايل جروبس اللي هم شايفينهم احنا دول، ادي سي 10 5 6 7 8 9 10، دي 10 اهي طالع منها ميثايل. بعد كده في عندنا اللي هي رقم كام، لو احنا رجعنا قلنا كده 11 12 13، وعند رقم 13 اهي طالع برضو عندها ايه ميثايل. ففي عندنا 2 ميثايل جروبس عند سي 10 وسي 13، في عندنا سايد تشين عند سي 17 اللي هي فوق هنا في السايكلوبنتانو او في الرينج الخماسيه، في عندنا في الرينج رقم عند رقم 3 هيدروكسيل جروب في اول رينج. وبيقول لك كل استرويد نيوكليس بتختلف من واحده للثانيه في النيشور بتاعت السايد تشين، في السايد تشين اللي شابكه في الكربوناي رقم 17. بيقول لك في حاجات عامة كده ناخد بالنا منها بخصوص الاسترويدز. معظم الاسترويدز بتكون رينج سي ودي، فيهم بتكون ساتريتد يعني كلها مشبعة ما فيهاش اي دبل بوند. بيقول لك دايما بيبقى في اكسجين ان ذا فورم اوف هيدروكسيل جروب عند سي 3 زي ما قلنا الكربونات الثالثة اللي في اول رينج. ولو في في الفيتامين دي فيتامين دي هو واحد من الاسترويد دريفتيفز،
ده بيكون الميثايل جروب بتاعته موجودة عند سي 10، بتبقى ميثيلين جروب يعني بتبقى دبل سي اتش 2، والرينج بي بتبقى اوبن. يعني بعض الملاحظات بخصوص بعض الاستراكشرز اللي هي بيطلق عليها سترويد او ستيروز، بس الاستراكشر بتاعها فيه شوية ايه تحويرات عن او فيه شوية اختلافات عن الاسترويد نيوكليس اللي احنا شفناها بشكلها الطبيعي. يعني اللي احنا شفناه السلايد اللي فاتت ده الشكل العام، الاربعة رينجز ترتيبهم كده جنب بعض A B C D، ده الشكل العام بتاع الاسترويدز او الاستيروز. لكن كل كومباوند بقى بيختلف في بعض السبستيتيوشنز او بعض الايه البونز اللي موجوده جواه. فزي ما احنا بنقول في فيتامين دي، الميثايل جروب اللي موجوده عند سي 10 بتبقى ميثيلين، بتبقى دبل بوند دبل سي اتش 2. وفي الاستروجين بتبقى الرينج ايه اروماتيك وما فيش فيها ميثايل جروب عند سي 10. يعني رينج ايه هتبقى اروماتيك، يعني معنى ذلك ان هي هتبقى ايه، هتبقى فيها دبل سنجل دبل سنجل، مش هتبقى كلها ساتوريتد زي كده، وبالتالي مش هيكون في مثال جروب عند رقم ايه 10. ده الترقيم اهو بتاعها بتاع الاسترويد نيوكليوس، بادئ هنا من فوق اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، في عند 10 وحدة ميثايل اهو، وبعد كده في عند 13، 11 13 14، نزلنا 15 16 17، دي ال 17 اللي بيبقى عندها السايد تشين، وال 13 وال 10 دول اللي بيبقى عندهم الميثايل، والثلاثه دي اللي بيبقى عندها الهيدروكسيل او الاكسجين في صوره هيدروكسيل جروب. ده النمبرنج بتاع الاسترويد نيوكليس. طيب انواعهم بقى الاسترويدز او الاستيرويدز، دول هم اهم جروب في الدرايف ليبيدز، فعشان كده هنتكلم عليهم او هنتناولهم بشيء من التفصيل. والناس عملت ايه في الشات؟ اهو اسم الكبير ده حفظ ولا المعرفة؟ سايكلوبنتانو بين هيدروفينانثرين. لا هو احنا نبقى عارفين بس ان هي اسمها استرويد نيوكليوس وبس، احنا عارفين ان الشكل ده لو جالنا الاربعة رينج دولت وتسألنا عليهم يبقى ده الاسترويد نيوكليوس. بما ان الاسترويدز والاستيرويدز دولت مهمين، فهم دول النوع اللي من الدرايفد ليبيدز او الاكزامبل اللي من الدرايفد ليبيدز اللي هنتكلم عنه بشيء من التفصيل. فبيقول لك في كذا نوع من الاسترويدز او الاستيرويدز. اهم انواع في الاسترويدز او الاستيرويد اللي هو ايه، اول حاجه الكوليسترول اللي بيبقى هو مصدره حيواني انيمال اوريجين. الارجوستيرول، الارجوستيرول ده بيبقى بلانت اوريجين، جاي من بلانتس من نباتات. بعد كده الفيتامين دي جروب، في عندنا فيتامين دي 2 ودي 3، في عندنا الاسترويد هرمونز اللي هي الميل سكس هرمونز والفيميل سكس هرمونز والادرينو كورتيكويد هرمونز، كل دول بيطلق عليهم ان هم برضه ايه استرويدز وستيروز. بعد كده عندنا البايل سولز اللي هي املاح اللي بتبقى موجوده في البايل او في العصاره الصفراويه، كل دي برضو بيتقال عليها ان هي استرويدز. الديجيتاليز او كارديو جلايكوسايدز دي برضو بتبقى استرويدز. بعد كده عندنا بعض الكارسينوجينيك سبستانسز دي بيتقال عليها ان هي استرويدز. فانكشنز بتاعت الليبيدز، الليبيدز احنا المفروض اول لما اخدناها خالص اخدنا وظائف الليبيدز ككل، فكانت من ضمن الوظائف كانت ان هي بتبقى بريكيرزر لمين سترويد هرمونز. فده اللي انا اقصد ان انا اقوله هنا، ان انا بعيد الفانكشنز تانية او بحطها تاني، علشان من ضمن الوظائف كانت ان هي بتبقى بريكيرزر. الليبيدز او الدهون دي اهميتها في ان هي بتبقى بريكيرزرز، يعني بيتصنع منها الاسترويدز، استرويدز كتيرة وهرمونات برضو كتيرة، وبيتصنع منها فيتامين دي.
الكوليسترول بقى هو اول نوع اخذناه من الاسترويدز او الاستيرولز، وقلنا ده ان هو ده موست امبورتنت ستيرول، ده اهم واحد في الاسترولز او الاسترويدز اللي بتبقى موجوده في الجسم في او في الانيمال تيشوز في الانسجه الحيوانيه، وما بيبقاش موجود في البلانتس. هو موجود في اتنين فورمز، في شكلين، يا اما بيبقى فري يا اما بيبقى استريفايد مع فاتي اسيد. بيكون مع الفاتي اسيد ايه، بيشبك مع الفاتي امبل مع الفاتي اسيد يكون لنا استر. فهو بيبقى موجود في البلاد يا اما فري كوليسترول يا اما كوليسترول استر. الاسترويد هرمونز والبايل سولتس وفيتامين دي دول كلهم بيبقى دريفاتيفز او مواد مشتقه من الكوليسترول، فكل دول بيتصنعوا من الكوليسترول. التيشو بيحتوي على او النسيج بيحتوي على كميات مختلفه من الكوليسترول، بتشتغل او بتقوم بوظيفه ان هو ستراكشرال، بتدخل في الاستراكشر وبتقول في وبيبقى ليها ميتابوليك رول، يعني وظيفه في الميتابوليزم او في التفاعلات اللي بتحصل في الجسم. زي ايه مثلا؟ موجود في بديفرنت اماونت في التيشوز. بيقول لك من ضمن التيشوز الادرينال كورتكس، القشره بتاعه الادرينال جلاند بتبقى فيها 10% تقريبا كوليسترول، وبيبقى موجود في البرين 2%، وفي التيشوز الثانيه بتبقى من 0.2 ل 0.3% كوليسترول. الادرينال كورتكس، وقلنا الادرينال دي اللي هي الغده اللي اسمها الفوق كظريه، مش الدرقيه، الدرقيه دي اللي هي الثايرويد. طيب دي اللي بيتقال عليها السوبرارينال. طيب عندنا الادرينال كورتكس اللي هي الجزء الخارجي من الادرينال جلاند، هو اللي بيتقال عليه الكورتكس. فالكورتكس دي هي اللي بيبقى فيها تقريبا 10%. الادرينال جلاند زي ما احنا عارفين في فيها كورتكس وفيها مظله، فالمظله دي بتبقى الجزء الداخلي والكورتكس بتبقى الايه، القشره او الجزء الخارجي. الكوليسترول ده الاستراكشر بتاعه لو بصيتوا عليها لو هو نفسه الاسترويد نيوكليس اللي احنا كنا حاطينها من شويه، وبيزيد عليه ان هو فيه ايه، سايد تشين على رقم 17 زي ما احنا شايفين ايه، وفي هنا الهيدروكسيل جروب اللي كنا بنقول عليها او الاكسجين الموجوده في صوره هيدروكسيل على الكربونايه رقم 3، وفي دبل بوند موجوده في رينج بي. بيقول لك الكوليسترول ده بيدخل في الاستراكشر بتاع كل البادي سيلز، كل الخلايا اللي موجوده في الجسم. وهو بيبقى بريكيرزر لكل استرويد هرمونز، يعني كل استرويد هرمونز بتتصنع من الكوليسترول. بيبقى اوكسيدايزد، بيحصل له اوكسيديشن في الليفر عشان يدينا الكوليك اسيد او يكون لنا الكوليك اسيد اللي هو بيكون البايل سولتس اللي احنا كنا بنقول عليها ان هي دي الاملاح اللي بتكون موجوده في البايل او العصاره الصفراويه اللي بتتخزن في الجول بلادر في الحويصلة الصفراوية أو الحويصلة المرارية، وما بتطلعش غير لما الجسم يحتاجها بعد عملية إن الواحد أكل أكلة فيها دهون أو كده، وإحنا محتاجين إيه، البايل ده يخرج ويدخل على الانتستين عشان يساعد في الهضم. فالبايل ده أصلا بيبقى داخل في تركيبه البايل سولس والبايل أسيدز اللي هي بتصنع من الكوليسترول. بيقول لك هنا وصف الاستراكشر بتاعه ان هو بيحتوي على الاسترويد نيوكليس اللي هي السايكلوبنتانوبيل هيدروفينيترين رينج، ويبقى فيها هيدروكسيل جروب عند الكربوناي رقم 3، لذلك بيتقال على الكوليسترول ان هو الكحول. كنا بنقول في الواكسز بنقول ان الالكحول بتاعها ما كانش كوليسترول، لا كان كوليسترول من ضمن الالكحولز اللي ممكن تكون بتدخل في تركيب الواكس كان الكوليسترول. بعد كده بيقول لك هو برضو في ميثايل جروبس عند سي 10 وسي 13 زي ما قلنا في الاسترويدز عموما، وفي لونج تشين او لونج سايد تشين عند سي 17.
السورس بتاعه هو بيتصنع في الجسم من الاستايل كو ايه، ده هتاخده ان شاء الله بس في الباي 2. وبيقول لك ان هو الكوليسترول ده ما بيبقاش موجود في البلانتس، بيتصنع تقريبا 1 جرام بير داي الجسم بيصنعه، وبيتاخد في الدايت تقريبا 0.3 جرام بير داي. في الدايت بيبقى موجود في البتر، في الزبدة، وفي الميلك، في اللبن، وفي الايج يوك، صفار البيض، في البرين، في المخ، وفي اللحمة، وفي الانيمال فات، في الدهون الحيوانية عموما. ده السورس بتاعه لو احنا هناخده من دايت. فيزيكال بروبرتيز بتاعته بيقول لك ان هو موجود في كل الخلايا اللي في الجسم، خاصة الجونيدز اللي هي الأعضاء التناسلية، والأدرينال كورتكس قشرة الغدة الدرقية، قشرة الأدرينال أو الغدة اللي هي السوبرا رينال جلاند أو الكظرية بالعربي يعني، الأدرينال دي ده ترجمتها. بعد كده عندنا الليفر، موجود برضو في الليفر وفي الكيدني، وموجود في البرين والنيرف تيشو، موجود في المخ وفي الخلايا او الانسجه العصبيه. بيقول لك ان الليفل بتاع الكوليسترول في البلاط بيبقى نورمالي اقل من 220 مللي جرام بير دي سي لتر، وتلتين الكميه دي بيبقى استرفايد، يعني تلتين الكوليسترول اللي موجود في البلاط بيكون في صوره كوليسترول استر، وبيكون استرفايد بانساتوريتد فاتي اسيد، ولكن الباقي بيكون في صورة فري كوليسترول. أي زيادة فوق الليفل ده من الكوليسترول اللي هو 220 ملي جرام بير ديسيليتر يبقى كده الكيس دي اسمها هايبر كوليستروليميا. باقي الكيميكال بروبرتيز بتاعته قلنا ان هو من ضمن الحاجات اللي هي مهمه في الكيميكال بروبرتيز ان هو بيحصل له ريدكشن عن طريق الانتستينال بكتيريا، في بكتيريا في الانتستين بتعمل ريدكشن للكوليسترول تحوله لكوبروستيرول، الكوبروستيرول ده اللي هو الفيكال ستيرول اللي هو بعد كده هيحصل له اكسكريشن. في حاجه تانية برضه ممكن تحصل للكوليسترول ان هو بيحصل له اكسديشن ل7 دي هيدروكوليسترول. ال7 دي هيدروكوليسترول ده بقى برو فيتامين موجود تحت السكن، ده بقى اللي بعد كده لما بيتعرض لليو في لايت بيتحول ال7 دي هيدروكوليسترول بيتحول لفيتامين دي 3. فعشان كده الصن بتبقى مهمه في الاكتيفيشن بتاع فيتامين دي، هو بيكون موجود الجسم ممكن يصنعه من الكوليسترول عن طريق ان هو يعمل اكسيديشن للكوليسترول يحوله ل7 دي هيدروكوليسترول، ولكن يفضل موجود تحت البشرة وبيبقى برو فيتامين، يعني فيتامين ان اكتف. يتحول انت الاكتف لما يتعرض للالترا فايلت لايت او اليو في لايت، يتحول ال7 دي هيدروكوليسترول يتحول لايه، لفيتامين دي 3. فده بيقول لك ده اللي بيشرح اهمية اشعة الشمس في منع الريكتس، لانها بتحول الايه الفورم الانكتيف من الفيتامين دي اللي هو البرو فيتامين او ال7 دي هيدروكوليسترول بتحوله لفيتامين دي 3. الارجوستيرول ده نوع تاني من انواع او اكزامبل تاني من الاسترويدز، ده بقى بيبقى بلانت ستيرول، يعني ده ستيرول او استرويد بس موجود في البلانت في النباتات، وبيحصل له بيبقى بولي ابزوربد من السمول انتستين، يعني حتى لو واحد اكله في الدايت هو بيمتص بكميه قليله قوي من الامعاء الدقيقه، وبيكون مشابه للكوليسترول، ولكن هو بيختلف في ايه، بيختلف في ان هو البوند بيقول لك ان هو اول حاجه كان ايزوليتد، اتفصل اول مره من الارجوت اللي هو فانجس فطر، وبعدين اتفصل من الخميرة، فعشان كده اتسمى باسم الفطر اللي هو ارجوستيرول. بيقول لك هو مشابه للكوليسترول لكن بيختلف في الاستراكشر، في حاجة في ان هو في دبل بوند ما بين سي 7 وسي 8، والسايد تشين بتاعته بتبقى انساتوريتد وليها اكسترا ميثايل جروب، والفانكشن بتاعته ان هو بس بيدي ايه، جيفز الفيتامين دي 2 باي الترا فايلت لايت، بيدي الفيتامين دي 2
عن طريق الالترا فايلت رايت الترا فايلت لايت بيحول لنا الايه، بيحول لنا الارجوستيرول لايه، لفيتامين دي 2. فالارجوستيرول وال7 دي هيدروكوليسترول هما الاثنين، اللي هو 7 دي هيدروكوليسترول ده اللي احنا كنا لسه متكلمين عليه، ان هو بيتكون من الكوليسترول، او الكوليسترول ممكن يحصل له اوكسيديشن فيتحول ل7 دي هيدروكوليسترول. فهو الارجوستيرول وال7 دي هيدروكوليسترول هما الاثنين بيبقى اسمهم برو فيتامين دي، عشان هما الاثنين بيتحولوا لايه، لفيتامين دي، او بيبقوا بريكرزرز لفيتامين دي. بس واحد اللي هو الارجوستيرول بيتحول لفيتامين دي 2، اما ال7 دي هيدروكوليسترول بيتحول لفيتامين دي 3. ده الاستراكشر بتاعه بقى اللي احنا كنا بنقول عليه، ان هو فيه دبل بوند ما بين 7 و8، والسايد تشين بتبقى انساتوريتد، هي فيها دبل بوند. طيب بعد كده عندنا ايه، دي الاستراكشرز، وزي ما قلنا دي كلها ايه، حاجات استرشاديه مش عارفه. تالت حاجه من الاسترويدز بعد ما قلنا اتكلمنا على الكوليسترول هو عباره عن ايه، والارجوستيرول عباره عن ايه، الفيتامين دي جروب قلنا الفيتامين دي 3 بيبقى درايفد من 7 دي هيدروكوليسترول عن طريق الرابتشر اوف سكند رينج بالالترا فايت لايت. اما الكانسر كوليسترول، معلش سوري، كوليسترول بيبقى اوكسايد، عشان يدينا ال 7 دي هيدروكوليسترول زي ما احنا قلنا قبل كده في الكيميكال بروبرتيز بتاعت الكوليسترول، قلنا ان هو الاول بيحصل له اوكسيديشن ويتحول ل7 دي هيدروكوليسترول اللي هو برو فيتامين دي 3، بيبقى موجود دوت اندر ذا سكين، فعن طريق الالترا فايلوت ري او الالترا فايلوت لايت بيروح يتحول لفيتامين دي 3، لاكتيف فيتامين دي 3 اللي هو ال7 دي هيدروكوليسترول بيتحول لاكتيف فيتامين دي 3. طيب بعد كده عندنا بقى النوع التاني من فيتامين دي جروب، اللي هو الفيتامين دي 2 اللي احنا قلنا ان هو بيبقى درايفد من الارجوستيرول عن طريق الرابتشر كسر الايه السكند رينج بالالترا فايلت ريز، بيكسروا الايه السكند رينج برضو الرينج التانية بالالترا فايلت ري. لو رجعنا كده على الفيجر اللي فات، ده كان الكوليسترول عشان يتحول لفيتامين دي، بيقول لك ان السكند رينج بتتكسر اللي هي الرينج الخماسية، اهو ده المنظر كده اهو، ده السيفن دي هيدروكوليسترول بيكسر لإيه، بيتحول لفيتامين دي 3 بالالترا فايلوت ري. انهي رينج اتكسرت، اللي هي الرينج التانية رقم 2، مش احنا قلنا ان دي اي بي سي دي، فالرينج التانية اللي هي البي هنا اتفتحت اهي، وهنا نفس الحكاية عشان نحول من ارجوستيرول عشان يتحول لفيتامين دي 2، برضو بيحصل رابتشر للايه، للرينج بي، للسكند رينج، هما الاثنين بيحصل فيهم رابتشر في السكند رينج، واحد يدينا الفيتامين دي 3 وواحد يدينا الفيتامين دي 2. رابع حاجة وآخر حاجة في مجموعة الاسترويدز أو الاستيرولز، احنا اتكلمنا في الاسترويدز أو الاستيرولز، اتكلمنا على الكوليسترول اللي هو بيجي من انيمال سورس، وبعد كده الارجوستيرول اللي هو بيجي من بلانت سورس، وبعد كده تالت حاجة قلنا عليها اللي هي الفيتامين دي جروب، رابع حاجة بقى اللي هي البايل اسيدز. البايل اسيدز دي بيقول لك دي الأحماض اللي بتكون موجودة في العصارة الصفراوية، دي بتنتج من الاكسديشن بتاع الكوليسترول في الليفر، بيحصل اكسديشن للكوليسترول في الليفر في الكبد، وبيطلع لنا الكوليك اسيد والكينو دي اوكسي كوليك اسيد، بيبقوا كونجيجيت مع جلايسين او تورين عشان يكونوا لنا الجلايكوكوليك او جلايكو كينو دي اوكسي كوليك، والتورو كوليك او التورو كينو دي اوكسي كوليك. يبقى البايل اسيدز دي برضو من الدرايف ليبيدز اللي هي مشتقه من الاسترويدز، احنا الدرايف ليبيدز عرفنا تعرف ككل ان هي حاجات درايف من الليبيدز او هي بريكرزر للليبيدز، وخدنا ان في منهم
ثلاث انواع او اهم ثلاث انواع اللي هم سترويدز وستيرولز، واللي هم الفاتي الدهايدز والفاتي الكحولز. الفاتي قصدي الفاتي الدهايدز والكيتون الكحولز. وقلنا ان احنا اللي هنتناولهم بشيء من التفصيل هم الاسترويدز والاستيرولز. فالاسترويدز والاستيرولز اتكلمنا فيهم على ثلاثة أربعة اكزامبلز أقصد، ده اتكلمنا على ثلاثة، واللي احنا معانا ده الرابع. اتكلمنا عن الاسترويدز الكوليسترول اللي هو بيبقى من انيمال اوريجين، واتكلمنا عن واحد من الاسترويدز اللي هو الارجوستيرول ده بيبقى جاي من بلانت اوريجين، واتكلمنا عن الفيتامين دي جروب، دولت كلهم جايين من الايه الاسترويدز او الاسترويدز او بيتبعوا الكلاس اللي اسمها استرويدز وستيرولز. والنوع الرابع اللي بيتبع الاسترويدز والستيرول اللي هو البايل اسيد، ده جاي من الاوكسيديشن بتاع الكوليسترول في الليفر، بيكون الاول الكوليك والكينو ديوكس كوليك، بعد كده بيحصل لهم كونجيجيشن مع الجلايسين امينو اسيد او مع كورين، فبيكونوا لنا الجلايكوكوليك والكينو ديوكسي والجلايكو كينو ديوكسي كوليك او التورو كوليك والتورو كينو ديوكسي كوليك. بعد كده لما بيتفاعلوا مع الصوديوم والبوتاسيوم يدونا السولتس، بقى يدونا صوديوم او بوتاسيوم بايل سولتس، يبقى دي البايل اسيدز اللي هم الكوليك والكينو ديوكسي كوليك او الجلايسين والتورين سواء مع الكوليك او مع الكينو ديوكسي كوليك. بعد كده لما بيتفاعلوا مع الصوديوم والبوتاسيوم بيدونا بقى الايه البايل سولتس. فالجزء الاولاني ده هو ده البايل اسيدز، والجزء الثاني هو ده صوديوم والبوتاسيوم بايل سولتس. اخر حاجه في البايل سولتس قبل ما نقول او قبل ما نعرض الاستراكشر بتاعها علشان نبقى متخيلين شكله، وظايفها. بيقول لك الوظايف البايل اسيدز دي بتعمل ايماسيفيكيشن ليبيدز اثناء الدايجيشن، يعني بتخلط الليبيدز مع الووتر كونتنت اللي بيبقى موجود في الانتستين، فبتساعد في الهضم، وبالتالي بتزود الكونتاكت مع الدايجستيف انزيمز. بعد كده زي ما بتاخدوا الايماسيفيكيشن في الصيدلانيات، ايماسيفيكيشن معناه ايه؟ معناه ان احنا بنخلط حاجه تكون اويل بووتر، فهي البايل اسيدز هي اللي بتقوم بالدور ده بالظبط، زي ما احنا بنيجي نغسل ايدنا كده، فبنعمل ايه بنرغي الصابون، فيروح الصابون ده يخلي الدهون اللي في ايدينا تنضف، فبيعمل ايماسيفيكيشن، بيخلط الميه مع الدهون، الصابون بيخلطهم مع بعض بحيث ان الميه ايه تغسل الدهون اللي موجوده. فهنا نفس الحكايه، بيعمل ايماسيفيكيشن ليبز، يخلط الليبز بالووتر، فبالتالي يبقى الدايجيشن بتاعها ايه اسهل. فهو وظيفته كمان بيساعد في الدايجيشن بتاع اذر فود ستافز، كمان بيساعد في هضم الحاجات التانية غير الليبز، بيعمل اكتيفيشن للبنكرياتيك لايبيز. البنكرياتيك لايبيز ده هو احد الدايجستيف انزيمز اللي هي بتكسر الليبز في اثناء الهضم، فهو بيعمل له اكتيفيشن، بيحول بيكون ان اكتيف اللايبيز ده، فبيعمل له اكتيفيشن يحوله لاكتيف انزيم. برضو بيساعد في هضم وامتصاص الفات سولوبل فيتامينز اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. بيعمل سولوبلايزنج للكوليسترول في البايل، بيدوب الكوليسترول في البايل، وبيمنع تكوين الحصوات المراريه او الجول ستون فورميشن. لو كولوريتيك اكشن، يعني ستيمولييت ذا اون سكريشن، يعني البايل اسيدز لما بتطلع هي بتحفز افراز المزيد منها، يعني لما جزء من البايل اسيدز يفرز من الجول بلادر هو نفسه بيحفز ان الجول بلادر تفرز تاني. الانتستاينال انتيسيبتيك، يعني هو مطهر للامعاء، فان هو بيمنع الباتريفاكشن او الفساد او التعفن نتيجه ان في ايه ان في بكتيريا، هو بيبقى انتيسيبتيك مطهر ليها. ده الاستراكشر بتاع البايل اسيدز. ادي عندنا البايل اسيدز اهي، هي النيوكليوس بتاعتها هي نفسها بتاعت الكوليسترول، بس بدل مكان في الكوليسترول فيها هيدروكسيل بس عند رقم 3، في هنا هيدروكسيل كمان حصل لها اوكسيديشن وبقى في هيدروكسيل عند رقم 7، في هنا كربوكسيل جروب في السايد تشين، ده الكوليك اسيد عشان هي اسيدز فلازم هيبقى فيها كربوكسيل جروب، فده الكوليك اسيد. والكينو ديوكسيكوليك بيختلف في ان هو ما فيهوش هيدروكسيل على رقم 12،
ده فيه هيدروكسيل في رقم 12 الكوليك. بعد كده الترو كوليك وجلايكو كوليك، ان هو فيه هنا جلايسين وفيه هنا تورين. بعد كده دولت بقى لو الجلايسين او التورين شبك بصوديوم هيبقى ساعتها الصوديوم سولت، فدي هتبقى البايل سولتس اللي تحت. ثانك يو. دي اخر حاجه كانت في الليبت. خدنا برضو ايه ساعه ونص بالظبط عشان ما ناخدش وقت اكتر من وقتنا. في حاجه يا جماعه انتوا يا 18؟ طب الحمد لله لسه في ناس قدرت تصبر للآخر.